قصة عادية جدا. أنا كنت طفل عادي، ولدت إنسان عادي، حتى سن الثامنة تعرفت على وعكة صحية اللي هو مرض تبع يعني ناتج على فيروس تسبب في إعاقة في شبه الشلل التام لكامل الجسد. الإعاقة هذه تترجم يعني دائما المساعدة والمرافقة من شخص ثاني. عدينا أنا وصلتي مدة سنتين في التداوي حتى وصلت أن الحالة المرضية استقرت، ثم وصلت دراستي الجامعية. أنا اخترت دراسة القانون سنة 2003، أخلصت على الإجازة في القانون العام، ثم في 2005 على الماجستير. اخترت المحاماة التونسية، كان لي شرف كبير أني أرتدي هذا السواد، والحمد لله يعني اليوم نجم نقولوا 13 سنة من المسيرة المهنية اللي هي نسبيا ناجحة، وإن شاء الله المستقبل يكون خير.